السلام عليكم ورحمة الله إخوان الأفاضل أينما كنتم، حياكم الله. نحن اليوم السبت 13 أبريل 2019، والساعة 4:15 بتوقيت الجزائر. وهذا حديث سريع إليكم في مجموعة من الملاحظات على ما حدث أمس وبعض الأشياء حدثت اليوم. ودعونا نبدأ بما حدث ربما اليوم، ومن بين أهم ما حدث أحرار بشار يواجهون ما يسمى وزير الداخلية الذي ذهب في زيارة هناك، مواجهة حقيقية، ويقطعون عليه الطريق ويصفونه بالسراقين، يسرقين كليتو البلاد، وسراقين سراقين بياعين الكوكايين، وشعارات وهزيج ومظاهرات واحتجاج كان عارما في بشار، مما جعل الوزير وحتى راحوا إلى القمع وإلى محاولة الاعتداء على المتظاهرين الذين أحييهم بهذه المناسبة. في الحقيقة ما قام به أهلنا وإخواننا في بشار هو هذا هو المسار الذي سيتبع هذه الحكومة، أينما يذهب وزير من وزرائهم، حتى أينما يذهب والي من ولاتهم، يجب أن يخاطبوا بأنكم سراقين وسراقين وبياعين الكوكايين، سراقين كليتوا البلاد، سفهاء يجب أن ترحلوا، عصابة يجب أن ترحلوا، وكل الشعارات المعروفة يجب أن يواجهوا بها. يجب أن يتم تعطيل هذه الحكومة إطلاقا وتماما، لأنهم هم جايين بطريقة خبث وبطريقة سفاهة، يحبوا يقولوا للعالم أن فيه انتخابات وأن فيه كذا. نوروا لهم الانتخابات كيفاش راح تكون، وبالتالي ستعطل حكومتهم. هي أصلا حكومة جاية للنهب وجاية لمزيد من العبث والتخريب ومن تحويل الأموال إلى الخارج، وبالتالي لن نسمح لهم بذلك. وأي صورة بإعطاء لأن العصابة هي حكومة، هذه كذبة كبرى، ويجب تكسيرها وتحطيمها وتحطم، بحيث أن الناس ما يخلوا حتى واحد من هؤلاء المسؤولين أن يأتيهم ليكذب عليهم أو ليخادعهم أو ليمرر مشاريعهم. حي الله إذن أحرار بشار. وهكذا إخواني ستكون الزيارات اللي يزعموا هؤلاء الوزراء أن يذهبوا، بحيث يزم يملكهم الرعب، وين يقعدوا رايحين يملكهم الرعب، فإما ما يروحوش وإما يتعرضوا للإذلال وللإهانة كما أهانوا وطن وشعب بأكمله وما زالوا يفعلون. النقطة الثانية هي إخواننا أحرار القضاء اللي ما شاء الله بارك الله فيكم، قضاة اللي خرجوا اليوم هم المحامين في مظاهرات أيضا، وأحرار القضاء نادي القضاة الأحرار اللي عبر بصراحة وبعمق، حتى هز أركان عصابة وزارة العدل والعصابة عموما، فخرجت قضاة آخرين من قضاة العصابة يقولوا لا احنا ما عندناش علاقة بما قالوا، لا هناك نادي أحرار القضاة، وهؤلاء القضاة يقولون أنهم لن يشرفوا على الانتخابات لأن معروفة نتائجها مسلفا، انتخابات مزورة تتبعها انتخابات مزورة كالعادة. ونحييهم ونشد على أيديهم وندعمهم بكل ما نؤتى، وعلى الأحرار في كل مكان يدعم هؤلاء القضاة. هذا القضاة إن شاء الله هم الذين سيعيدون مجد العدالة للجزائرية، وسيعيدون الحق للجزائريين، وسيقيمون قضاء عادل وحقيقي، وليس قضاء تليفون وقضاء العصابات. هؤلاء أخواننا القضاة هؤلاء، سواء كان منهم الشباب أو منهم الكبار أو الكهول أو حتى الشيوخ اللي ما زالوا في مناصبهم، فنحن ندعمهم ونقف معهم، وهؤلاء هم اللي إن شاء الله يعاودوا يبنوا القضاء على أسس صحيحة، قضاء حقيقي، واللي مش قضاء المجرمين. وبالمناسبة المحامين راح يعملوا مظاهرة كبرى في البويرة يوم 17، أعلنوا عنها أيضا. نتمنى على كل المحامين أن يحضروها، كل المخلصين لهذا الوطن، وأن يحضر معهم الناس ليسمعوا صوت أصحاب القانون وأهل القانون. وحي الله المحامين في كل مكان، محامي البلاد الأحرار. هذه من بين النتائج الجميلة اللي هي صباح اليوم. أيضا نعود إلى ما حدث بالأمس،
المعلومات تؤكد كلها أن ما حدث في أودان في محمد الخامس في ساحة أودان ومحمد الخامس كان بفعل الجهات داخل الشرطة جماعة الغوسب. الغوسب هما هذه فرقة خاصة متخصصة فيما يسمونها مكافحة الإرهاب، وهي التي أقدمت على رمي اللاكريموجين وعلى ضرب الناس. رموا اللاكريموجين كانوا في أماكن عالية وبعضهم نزل وضرب الناس، والناس ظنت أن الشرطة العادية هي اللي أقدمت على ذلك. في الحقيقة اللي أقدموا على هؤلاء هم الغوسب، وهذا الغوسب من بعد نجيب لكم تفاصيل من يتحكم فيهم، من هو المسؤول عنهم، الرومبو الكبير تاعهم، وبعد ننشروه على الانترنت ونقول لجماعة الغوسب هذون أنكم جزائريين وأنكم يجب أن لا تكونوا عصا في يد العصابة. وصلتوا إلى غاية أنكم تضربوا البارح كانوا فيه أطفال صغار، كان فيه رضع حتى، وكان فيها شيوخة، وسقطوا ناس عدد كبير، وحتى سقطوا بوليس أيضا، شرطة أيضا سقطوا نتيجة للفوضى التي حدثت بعد ذلك. في هذاك الوقت خرجونا قالوا خرجوا بيان قال لك أنه فيه جماعة القوا القبض على جماعة إرهابية، يعني جماعة إرهابية تقطع قاع لي باراج وتدخل للجزائر وعندها ما سمعتش بهذه المظاهرات اللي عندها 50 يوم. أمس كان عندها 50 يوم، إلا أمس، إلا لما المظاهرات خرجت تندد بقايد صالح وبجنرالاته المفسدين اللي حابين يعيدوا إنتاج النظام فقط، ما حدثتش من قبل، يعني تحدث فقط البارح لما كانت الشعارات ضد قايد صالح وضد العبث اللي راه يدير فيه. طبعا اللعبة ملعوبة، خلونا من هذه المهزلات تاع الإرهاب، الشعب راه شبع منها وما ولاش يصدقكم، ولو كان يكون صح كاش نهار إرهاب الناس ما يصدقوكمش لأنكم كذبتوا وكذبتوا وكذبتوا إلى الحدود التخمة. الناس تخمتوها بدل إرهاب، تخمتوها، والله ما في إرهاب أكثر منكم. إرهاب اللي دمر بلاد ونهب أكثر من 1,000,000,000,000 دولار تحطمت هكذا بلا شيء، وخلانا مهزلة أمام العالم، وخلى الجزائر هذه القارة يهربوا منها أبناها، والله ما في إرهاب أكثر منكم. ولو كان يكون فيه الإرهاب الصغير هذا راه أصلا نابع وناتج من نتيجة من تصرفاتكم. إذن خرجونا القوس ضربوا الناس، خلطوا فيهم، دخلوا شوية بلطجية، ضربوا بوليسية وبشي خوفوا هي كلها. ويقول فيان ويقول فيه صاحبه أنه المسيرات السلمية هذه ما لازمش تكون على سلامة المواطن، يعني هي مسيرة سلمية بس قال لك لازم ما تكونش ضد سلامة المواطن. روح أنت فهم المنطق هذا اللي تحدثوا به، أي منطق تتحدثون به؟ تعترفون أن مسيرة سلمية ثم تقولون أنها تكون خطر على 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 المواطنين وأملاكهم وسلامتهم. الخطر الحقيقي على هذه البلاد قلناها ونقولها منذ 24 سنة ونقولها، الخطر الحقيقي والحمد لله هاي الشعب اقتنع بها والناس أحرار كثيرين قالوها، الخطر الحقيقي هو النظام القائم لأنه عصابة، تحول إلى عصابة من الأشرار من السراق من اللصوص، وهم الشعب الشعار اللي يعرفه كل إنسان، يا سراقين كليتوا البلاد، يا عصابة الكوكايين كليتوا البلاد، يا سراقين يا بياعين الكوكايين كليتوا البلاد. هذه حقيقة الآن والناس راهي متوقع عارفتها وشايفتها يعني. إذن خلونا من هذا العبث تاع الإرهاب، وننصح خاوتنا تاع القوس صغار وضباط صغار والجنود اللي فيها ما تكونوش عصا عند العصابة. العصابة هذه راح تسقط، والناس اللي يكونوا في القوس ومن بعد يثبت عليهم بأنهم ضربوا الناس وبلاكريموجين وبالعصا ولا عذبوا الناس راهم يدفعوا الثمن. الشعب راه لن يسمح، ربما يتسامح لكل شيء حدث قبل 22 فبراير، ربما يستطيع أن يتسامح إذا أراد، لكن بعد 22 فبراير بعد ما نهض الشعب وبعد ما كلمة الشعب ما ولاتش قضية معارض أو مقاومة أو 10 هنا و20 لهيه أو ملايين يخرجوا، لن يتسامح الشعب معكم. أي مسؤول في أي مكان نقولها له، حتى لو كان مسؤول صغير، حتى لو كان جندي، حتى لو كان شرطي، حتى لو كان دركي صغير، راه بعد 22 فبراير لا عذر لك، تكون مع العصابة تضرب خاوتك تضرب الشعب تضرب، راه يجي اليوم تتحاسب فيه وحساب عسير. وطبعا كل ما كنت مسؤول في المسؤولية كل ما كان حسابك أكبر، ولذلك ندعو إخواننا بكل صدق وبكل أخوة أن ما تضربوش شعبكم، شعبكم راه يحوس فقط على الحرية، وعندما تأتي الحرية تأتي لنا ولكم جميعا، الشعب كله يتحرر، كلكم تتحرر، وانتم خاصة انتم يا أصحاب الكاسكيتا
راكم تعانوا معاناة شديدة، أغلبكم يعانوا معاناة شديدة، فخلوا الشعب يحرركم باش تولوا أحرار وتولوا رجال وتولوا نساء تاع الصح، ما تولوش تحت الكف وتحت السب، واللي يسب لك امك واللي يسب لك باباك واللي ما عندكش بيرميسيون واللي لازم تعطي له رشوه باش يخرجك باش يبدل لك البوست واللي كذا واللي كذا. اتقوا الله في هذا الشعب واعرفوا ان هذا الشعب هو راه جاي باش يحرركم يا اخواننا اينما كنتم في مناصبكم في القوات المسلحه. النقطه الاخرى اللي اردت ان اضيفها بسرعه، فيه ذباب الكتروني، راه فيه ذباب الكتروني طبعا راه مالي الدنيا، في الاماراتي انضموا الاماراتي والمصري والسعودي كلهم راهم يشتغلوا مع العصابه تاع الجزائر، وهو لماذا تاع المصري والاماراتي والسعودي هم عارفين تتحرر الشعب الجزائري تسقط الانظمه تاعهم، تسقط ولو بعد حين، بعد عام، بعد ست شهور، بعد عامين تسقط، لان الجزائر حينما تتحرر كل المنطقة، وحينما تتحرر كل المنطقة ويبدأ الناس يعرفوا الحقائق ويعرفوا الإعلام ويعرفوا، هو يعرفوا أن قلب الثورة المضادة راهو جاي من نجد، جاي من عند بن سلمان وعند بن زايد وعميلهم السيسي، وبالتالي هم الآن هم يدعموا في العصابة هذه بكل الطرق، وها هم الإماراتيين شادين مع قايد صالح، هم عارفين منين شادين، وشادين من عدة أشياء توجعوا، وهم يضغطوا عليه، وهاهم درك الإماراتيين هما اللي يسيرونا في البلاد. قايد صالح راه تحت التأثير الرئيسي تاع الإمارات، لكن أنا شايفين بعض الذباب، ذباب طبعا كاين ذباب اللي ما عندوش حتى، لكن كاين بعض البساطاء اللي راهم فاهمينهم، بعض السفهاء مفاهمينهم بأن قايد صالح ضد فرنسا، وأن فرنسا هي اللي راهي تحب تدير المشاكل، وأن يعني فرنسا هي اللي دير المشاكل. طبعا فرنسا دولة استعمارية، وفرنسا دائما عندها ضرر وعندها ما تحبش تشوف الجزائر قوية، هذا معروف، لكن الحقيقة خلونا نقولوها يا جماعة، راهو شكون فتح الأجواء للطيران الفرنسي في 2012؟ شكون فتح الأجواء للطيران الفرنسي باش يقصف مالي ويقصف النيجر؟ ما هو كان قايد صالح، قايد الأركان، أكبر رتبة عسكرية. شكون راهي مازال فاتح للأمريكيين باش يتجسوا على الأراضي الجزائرية؟ أو قايد صالح مازال نائب وزير الدفاع وقائد الجيش، ولحد الآن الطائرات الأمريكية الآن وأنا نحدث فيكم مازال طائرات أمريكية تتجسس متى تشاء وتدخل متى تشاء الأجواء الجزائرية. وشكون اللي راح للنيتو وضحك وجالس مع سفير إسرائيل؟ أو قايد صالح وجنرالاته. شباب صغار ما لازمش يخادعوكم هذو الجماعة، بعض كاين بعض القومجيين باسم العروبة اللي راهم يظنوا باللي قايد صالح والزواف ما الزواف. يصبح كل إنسان يحارب الفساد، يحارب الإجرام، يحارب الخيانة اللي دارها قايد صالح وبعض جنرالاته، لا أقول كل الجنرالات، كان أكثر من 440 جنرال، أستطيع أن أقول أن ثلاث أرباعهم إما يقوموا بعملهم إما راهم بعاد على الأوضاع هذه. نتحدث على كمشة، وحتى النية هذوك اللي فاسدين، الكمشة اللي راهي حاكمة اليوم راهي في حدود 20 جنرال. هؤلاء 20 جنرال يفهموا ويسلموا السلطة للشعب، يصرى لهم كما في السودان، وذلك هذه النقطة اللي احنا نختم بها تاع السودان. لكن باش نكمل هذه تاع الذباب الإلكتروني، شوفوا أخواننا كيفاش تتعاملوا معهم، لأن كثير بعثوا لي قالوا كيفاش تتعاملوا مع الذباب الإلكتروني. كاين عدة طرق، لكن خلينا نعطيكم ثلاث أساليب أساسية. روحوا لهم صفحاتهم اللي راهم يكذبوا فيها، الذباب الإلكتروني هذا اللي راه ممول إماراتيا وسعوديا بأسماء جزائرية بطبيعة الحال، وممول أيضا بالمخابرات نتاع قايدي ونتاع الوناس ونتاع رشدي ونتاع، من بعد نجيب لهم هذوك أيضا تفاصيلهم. روحوا ادخلوا معاهم في، اكتبوا لهم، اكتبوا لهذو الأدمين في صفحاتهم اللي راكم تكذبوا هاي الحقائق، وجيبوا لهم الصور، راه كثير من الأشياء تلقوها على الموقع نتاعي، وتلقوها على موقع تاع رشاد، تلقوها على موقع عدة مواقع نتاع الأحرار. روحوا المواقع الأحرار اللي تعرفوها وتنقلوا منها الحقائق، ونقلوها لهم، قول لهم هاي الحقيقة، راكم تكذبوا وراكم تحبوا البلد تبقى تحت الاستعمار، الاستعمار الحقيقي، استعمار حقيقي يعني خارجي، واستعمار دولة الإمارات. وقولوا لهم بأن دولة الإمارات هذه راهي شادة ملفات كثيرة للقايد صالح، وراهي أموال ضخمة تاع الجزائريين راه تم تهريبها إلى دولة الإمارات، ولا وبما فيها الذهب، تنقيب عن الذهب اللي راه يحول هناك، راه فيه مآسي كبرى مشاركة فيها الدويلة. ففهموا الشباب الصغير
حتى ما يخدعوهمش بهذه الصفحات. هذا فيما يتعلق بصفحاتهم. فيما يتعلق بصفحاتنا لما يجي الذباب الإلكتروني عندنا كاين نوعين، كاين الشباب الصغير اللي مش فاهم ويتبع فيها الذباب، هذوك ندخلوا معاهم في نقاش ونشرحوا لهم اللي يقدر يكتب لهم ويقول له لا راك غلط هذه مش حرامي الصح ويفهمهم. أما الذباب الكبير اللي يجي يطلق الكلام الفاحش ويسب وكذا، هذاك البلوك، هذاك بلوكية عندك في كل مكان أين تجدوه بلوكوه. النقطة الأخرى اللي ممكن تفيدوا بها، لأن كثيرين يقولوا لي راه الهجوم كبير عليك في الذباب الإلكتروني واش نديروا، ممكن تديروا جام. أنا ما نحبش نقول هذه، لكن مدام الناس سألوني هني نقول الأشياء اللي نضعوها ديروا لها جام، ديروا لها لايك، ديروا لها جام. كل ما يشوفوا لايك وجام كبير مهما كانت التعليقات، لما يكون جيم ولايك 5 مرات 6 مرات أكثر من عدد التعليقات، فالناس تعرف أن الناس اللي جيم أكثر، وتعرف أن حتى في التعليقات راهي ربما نصفها مع ما نقول ولا أكثر من نصفها، ويبقى جزء منهم هما خلوهم يضيعوا وقتهم ما مشرحوا بين. إذن هذه عدة طرق، طريقة أنك تواجههم في صفحاتهم ونكشفوا الحقائق في صفحاتهم للناس اللي يجوا يزوروا الصفحات خاصة من الشباب الصغير. طريقة الثانية أن نردوا على الناس اللي مش فاهمين واللي عارفين باللي مش فاهمين ومغلطينهم، ردوا عليهم بأدب ونحاولوا نفهموهم ونعطوا لهم روابط يشوفوها ويتبعوا الحقائق وين هي، لأن كان كثير من الفيك نيوز الأخبار الكاذبة. وطريقة الثالثة تعملوا جام في الصفحات اللي تروا أنها صفحات أحرار ومقاومين، تعملوا لهم جام، تعملوا لهم لايك، تعملوا لهم تعليقات، تكثروا من التعليقات الإيجابية حتى تغطي على ذيك التعليقات المجرمة. وعموما هذا الذباب راح يسقط. هذا الذباب هو نفسه اللي كان يقدس في العهدة الخامسة وفي بوتفليقة أن ننتخبه حيا أو ميتا، هذا لكن سيسقط. من بين ذباب الآخر راهو كما ذباب اللي تنشروا، كاين واحد الموقع هكذا طرشون تاع بن نزار وبن توفيق ونزار، عندهم موقع يظلوا يسبوا فيه في الأحرار بما فيها في طبعا السب فيه متخصصين فيها هنا وفي حركة رشاد إلى آخره. هذوك أيضا خاصة اللي يعرف يكتب بالفرنساوي يروح يكتب لهم هناك الحقائق ويواجههم بالحقائق. لكن تعرفوا علاش؟ لأن أو عارف لطفي نزار اللي راه محتكر الانترنت، راهو عارف كي يطيح العصابة هذه أول شيء أن الشركة اللي راه محتكر بها الانترنت يتم التحفظ عليها وتصبح في ملك الشعب. الآن هما عندهم المينيموم عنده 100 ميجا، وكان اللي عندهم 500 ميجا بايت، بينما الشعب يمشي باثنين ميجا أو 3 ميجا أو 10 ميجا، وحتى اللي عنده 20 ميجا في الغالب ما توصلوش، وكان اللي ما توصلوش حتى 1 ميجا. أو علاش تعرفوا أن الفيلا تاع نزار، تاع خالد نزار، الفيلا اللي دخلوها قالوا فقط الأرض البحيرة اللي معاها، الجنان اللي معاها 10,000 متر مربع في قلب حيدرة. ما نحكوش على الفيلات الاخرين وعلى الشقق وعلى الاموال المهربه، وعلى حتى الامريكيين راهم يسالوهم الطاكس، هربوا 5 ملايين ولا 6 ملايين تاع طاكس ما دفعوش للامريكيين، يعني من التجاره تاع الاموال اللي مهربينها للجزائر. فطبيعي ان خالد نزار واولاده وتوفيق وابنائه، ها طبيعي، هو كانت الدوله دولتهم والشعب عبيد عندهم، طبيعي تحاربوا الناس اللي يدافعوا على استرجاع الشعب حقه وسلطته وإرادته، طبيعي. أنا هذا بالعكس والله غير يسعدني ولا يزعجني إطلاقا، كلما شتموني كلما زاد ذلك في سعادتي، لأني إزعاج الظالمين هذا فيه أجر عظيم. فما بالك الآن ما نش نزعجوهم فقط، الآن رانا نفكوا فيهم، الآن رانا نكسروا في عصابتهم، الآن رانا نهدموا في هذا الإجرام، هذا الخونة، لكي يعود الكلمة للشعب وتعود الإرادة للشعب ويعود الحق للشعب ويعود الوطن هذا وطن خير من كثير من الأوطان ولدينا فيه الإمكانيات الهائلة. إذن هذا 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 واضح بالنسبة إلينا. الخلاصة اللي نوجهها درك في حديثي هذا، شوفوا يا قايد صالح ويا الجنرالات، هو البشير أنا قلتها لكم البارح، نعود لكم الآن منها جزء صغير واحد آخر. البشير هذا بشير السودان 30 سنة، القذافي 40 سنة، مبارك 30 سنة، صالح انتع اليمن 30 سنة، يشوفوا كيفاش انتهوا. البشير هذا آخر واحد، الجنرال البشير تاع السودان، في النهاية انقلبوا عليه العسكر انتعوا، الوزير الدفاع اللي عينه عنده أيام انقلب عليه،
انقلب عليه وجابوا الأرض وسجنوا، وقاموا بسجن أكثر من 200 شخصية مرتبطة بالبشير، وغلقوا الحدود وبدأوا في إلقاء القبض على كبار الشخصيات هذون، وراهم يلقوا القبض على آخرين. آخرهم اليوم أطاحوا برئيس المخابرات تاع السودان. مش هذاك فقط، الشعب لما شاف باللي وزير الدفاع هو اللي قام بالانقلاب، الشعب كمل في المظاهرات وقالوا لهم لا، لا نريد وجه من وجوه البشير، وفرضوا عليهم جنرال آخر هو اللي يأخذ المكان اللي هو الانسبكتور جنرال، يعني المفتش العام لوزارة الدفاع السودانية، هو اللي راه اليوم رئيس المجلس العسكري. وهذا مباشرة بعد ما جابوه تعهد، قال لهم أني راح نسلم الحكم المدني مباشرة للمدنيين، جيبوا حكومة مدنية ونسلم الحكم. هم السودانيين اشتروا، السودانيين تقووا بينا كجزائريين لما شافوا المظاهرات نتاعنا السلمية الحضارية القوية، تقووا بينا وجاوزونا. الآن أطاحوا بالبشير، ثم أطاحوا باللي أطاح بالبشير، وهم جابوا جنرال مؤقت لبضعة أيام باش يسلم الحكم إلى حكومة مدنية. شوفوا يا جماعة قايد صالح، هذا وش راح يصرى لكم؟ أضعف الأشياء راح يصرى لكم كما البشير. فمن الأفضل لكم قبل ما يصرى لكم كما البشير وجماعته وتولوا في السجون وتولوا الأحرار يحطوا فيكم في المعتقلات ويحاكموكم، وبعد يجيبوا لكم القديم والجديد، هاو روحوا قبلوا الآن خير العرض اللي ندير لكم فيه بما فيها العرض اللي قدمته لكم أنا، واللي إن شاء الله يوافقوا عليه الجزائريين. تأخذوا حصانة، خذوا أموالكم وخذوا حصانة، اللي بحب يبقى في البلاد يبقى، اللي حب يهمل يهمل إلى مكان آخر، وروحوا ادوا أموالكم وروحوا عيشوا بها، خاصة اللي راهم كما القايد صالح 80 سنة وكما بن علي 83 سنة وكما. أما الرمبوات الجدد هذون ماكم راح ندير فيها والو، هذه مش التسعينات وإن كانت الحدود مغلقة والأجواء مغلقة والإعلام الفرنساوي معاكم والإعلام الداخلي معاكم، هذا راهو القرية الواحدة والتليفون موبايل يوصل الرسائل إلى جميع العالم. وهذا الشباب اللي اعتقلتهم اليوم 75 شاب بما فيهم أعضاء حركة رشاد، أطلقوهم خير لكم، يعني لأنكم ما عندكم شو تديروا، كانوا لابسين العلامات وكانوا ينادوا بأناشيد وطنية، فرح تلقيتوا عليهم القبض، ما راك مش راح تخوفوهم. هذا كل ما تلقوا عليهم القبض كل ما يزيد الإصرار نتاعه، وهو نفس الإصرار بالنسبة لي، كلما هاجمتوني والله إلا ما زدت إلا إصرار وقوة، هذه قوة شخصيتي اللي كانت وهذه اللي ستبقى. كلما زاد هجومكم علي، كلما تهجمت على أربابكم، وكلما ثبت أكثر وواجهت أكثر وقررت أن وعزمت أن أفعل أكثر حتى على حساب صحتي. السلام عليكم ورحمة الله إخواني، إنما كنتم. السلام عليكم.